مرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 18. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم، سندخل في مقالة وهي جزء من كتاب المعلوماتية بعد الإنترنت طريق المستقبل الذي صدر عام 1995، ترجم إلى العربية عام 1998. هذا الكتاب يوضح كيف ستتأثر حياة الناس بتطور صناعة الحاسوب وبرمجياته وثورة الإنترنت ورسم طريق المستقبل القريب، مظهراً أن التكنولوجيا قدرة على صناعة مستقبل تسير على خطاه الحكومات والشركات والأفراد في العالم. مقالة عصر المعلومات بعد الإنترنت: قضايا إشكالية. تعالج بعض القضايا الإشكالية التي يهاجم بها المعارضون والمتخوفون هذه الثورة المعلوماتية. لذا رد بيل غيتس عليهم بأسلوب إقناعي مبني على الحجة والدليل، فهو متفهم لمخاوف الناس من الانعكاسات السلبية لعصر المعلومات، ومعني بالرد على معارضيه لأنه عامل مؤثر في هذا التغيير، ولأن المعارضين كان لهم أدلة منطقية تستحق الوقوف عليها دون تجاهلها. سنبدأ بالمقالة وهي كما تظهر أمامكم: عصر المعلومات بعد الإنترنت قضية إشكالية. عندما نقول قضية إشكالية أي أنها قضية فكرية أو ثقافية أو اجتماعية تتضمن التباساً وغموضاً، أي أنها غير واضحة وهي بحاجة إلى تفكير وتأمل ونظر لإيجاد حل لها. تبدأ المقالة بالفقرة الأولى، حيث تقول الفقرة: إننا نعيش فترة مثيرة من عصر المعلومات، وهي بداية البداية لهذا العصر، وفي كل مكان أذهب إليه تنبثق الأسئلة حول الكيفية التي سيغير بها تكنولوجيا المعلومات حياتنا. الناس يريدون أن يفهموا كيف ستجعل هذه التكنولوجيا المستقبلة مختلفاً، أستجعل حياتنا أفضل أم أسوأ؟ هنا بعد ذلك يبدأ بيل غيتس بعرض أفكاره، كيف أنه شخص متفائل وهو من مؤيدي ظهور التكنولوجيا، يتعرض لكيف أنها ستجمل الوقت وتغني الثقافة من خلال توسيع نطاق المعلومات وتوزيعها، كما أنها ستساعد أيضاً على تخفيف الضغوط على المناطق الحضرية. هذا الأمر سيمكن الأفراد من العمل من المنزل أو من مكاتب من مواقع بعيدة. أيضاً يبدأ بعرض الوجه الآخر، الوجه القلق الشخصي، كيف يكون لي موقع مناسب في الاقتصاد المتحول. هنا يبدأ بعرض الطفرة الاقتصادية والتي تخلق بطالة بالجملة، ويبدأ أيضاً بإقناع الجمهور بأنه عنده ما من الأفكار ما سيؤدي إلى تدارك هذه البطالة. أيضاً سيعرض لنا آراء المتخوفين من الناس حول أن يصبح أي مورد بشري يعفى من عمله، سيكون هناك متاحاً لمجالات اقتصادية أكثر نفعاً. أيضاً القلق الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية المفتوحة. بالطبع هنا أصبح من كل إنسان يستطيع أن يرسل إلى أي إنسان آخر رسالة عبر الإنترنت لأغراض تجارية أو تعليمية أو لمجرد التسلية، ولكن بالوقت نفسه هو لا يغفل عن إمكانية طلبة في مختلف أنحاء العالم أن يرسلوا الرسائل إلى بعضهم البعض، وهنا التبادل الثقافي كما نقول
كما أنه يمكن لأي شخص ملازم لبيته أن يجري محادثات بالصوت والصورة مع الأصدقاء الذين تعذر عليه لقائهم. الأمور الإيجابية كثيرة. أيضاً هنا أيضاً تساور الناس أن الموضوع أن الترفيه متعدد الوسائط سيكون الحصول عليه سهلاً للغاية، سيكون شديد الجاذبية، وأن بعضنا سيستخدم النظام بأكثر مما يتحمل وقته ومقتضياته، وما يصبح ممكن أن يصبح مشكلة خطرة. هنا نعود إلى نفس الموضوعات التي نطرحها، وهي تنظيم الوقت وتنظيم الأولويات بالنسبة للشخص الذي يستخدم شبكة الإنترنت. أيضاً يتحدث عن الواقع الافتراضي الذي سيحتل ويكون أكثر استحواذاً على الانتباه من ألعاب الفيديو، وللأسف أكثر قابلية للإدمان. فإذا وجدت نفسك كثير الهرب إلى تلك العوامل الجذابة أو تقضي معها أوقاتاً أكثر مما ينبغي، إمكانك أن تحاول أن ترحم نفسك من الاسترسال مع الترفيه بأن تخبر النظام أياً كانت كلمة السر التي أعطيتها، فلا تدعني ألعب أكثر من نصف ساعة. يعني هنا أيضاً العالم الافتراضي تستطيع أن تضبط الوقت لكي تستطيع أن تنظم نفسك. بعد ذلك عزيزي الطالب، وكما يظهر أمامك على الشاشة وكما هو معتاد، سننتقل إلى أسئلة أفهم المقروءة وأحلله. كالعادة العبارات كلمات مخطوط تحتها، سنختار الجذر ومعناه، كما ستساعد على تخفيف الضغوط على المناطق الحضرية. نريد جذر المناطق الحضرية ومعناها. جنحت الجذر والمعنى. الاقتصاد نظام شاسع مترابط الأجزاء، الجذر ومعناها. أيضا قعيد، نريد أن نعرف الجذر ومعناه. بعد ذلك سنفسر المخطوط تحته ونبين المقصود من الواقع الافتراضي في العبارة الموجودة أمامنا. نتذوق المقروءة وننقده. وظف بيل غيتس لغة تصويرية تسهم في إقناع الكاتب برأيه، مثل عبارة وإنه في كل مرة تختفي فيها وظيفة ما، فإن شخصاً ما يصبح كالسفينة التي جنحت ولم تعد لها وجهة تتجه إليها. أولاً، المطلوب منك أن تبدي رأيك في العبارة مظهراً أثرها الفني في توضيح المعنى. أبين رأيي في سبب قلة توظيف الصور الفنية في المقالة، يعني سنعود إلى نوع المقالة وكيف أن هذا النوع من المقالات لا يحتمل الصور الفنية. بعد ذلك سننتقل إلى درس ربما هو ليس بجديد علينا، وهو إعراب المقصور والمنقوص والممدود. أولاً، الاسم المقصور هو كل اسم ينتهي بألف لازمة، مثل نجا الفتى من الغرق، ضاعت العصا، نالني الأذى. الفتى، العصا، الأذى، سنجد أنها أسماء معربة، أي أنها ليست مبنية، وسنجد أنها مختومة بألف لازمة، أي ليست ألف عرضة للتغيير، مثل كلمة أخا، شاهدت أخاك، أو وصل أخيك. هي ألف في كل الحالات ستبقى ألف، وهي ليست ألف حركة إعرابية. عزيزي الطالب، من المهم جدا في هذا الدرس أنك أن تعرف أننا نستثني كلمة نجا من هذا الدرس. لماذا؟ لأنها فعل، وهو ربما يقع به هذا خطأ يقع به الكثيرون. أيضا، الاسم المنقوص هو كل اسم معرب ينتهي بياء قبلها كسرة، نحو فر الجاني، عدل القاضي، نادى المنادي. الجاني، القاضي، المنادي، نجاها أسماء معربة مختومة بياء قبلها كسرة. وأيضا للتذكير، الاسم الممدود هو كل اسم مختوم بألف قبلها بهمزة قبلها ألف زائدة، نحو قربت الصحراء، تم البناء، احترمت القراء. الصحراء، البناء، القراء، هنا
هي الأسماء الممدودة، نجد أنها أسماء معربة مختومة بألف قبلها بهمزة قبلها ألف زائدة، أي أن هذه غير مقلوبة كما هي الحال في ماء مثلاً التي أصلها موه قبل الإعلال. إعراب المنقوص والمقصور والممدود. يعرب الاسم المقصور بحركات مقدرة على آخره في جميع حالاته، رفعاً نصباً جراً، المانع من ظهورها والتعذر، التعذر دائماً مع الألف عزيزي الطالب. تظهر حركات الإعراب على الاسم الممدود تامة، رفعاً ونصباً وجراً، نحو رأيت السماء، السماء مضيئة، أعجبت بضوء السماء. يرفع الاسم المنقوص بضم مقدر الثقل على الياء، وينصب بفتحة ظاهرة، ويجر بكسرة مقدرة للثقل. ومن الجدير بالذكر أنه تحذف ياء المنقوص إذا كان نكرة في حالتي الرفع والجر، مثل جاء قاض عادل ومررت بقاض عادل. سندرس الموضوع بتفاصيل أكثر. هذا عرض سريع لما سنتناوله طاب نهاركم، بكل الأمل والخير والبركة.